حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة الشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الحقائق لمسافة 3 كيلومتر. نتمنى التوفيق للجميع ونسير في الشوط. فخلونا متابعينا الكرام مع الصدارة مذيار فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي المركز الثاني، هناك تتواجد فيها اللي هي الاندلس حامد بن صغيرون بن حميد المركز الثالث، مغث محمد بن علي بن روية المركز الرابع، هناك وعده حمد بن محمد بن قنون الدرعي. هذه الاربع المراكز الاولى المتقدمه في هذا الشوط، بينما المركز الخامس ناخذ لنا لفة على الشعارات فنجد هناك قزيوره عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي، والمركز الخامس او السادس عندنا نصيبه سالم بن مطر بن سعيد الدرعي بن فارس، المركز السابع تتواجد فيها اللي هي هناك خذلنا لفة على المركز السابع ومن ثم نعود رقم 23. خلونا مع الأول، خلونا مع الصراع والمربع الذهبي. يا سلام مغثة محمد بن علي بن روية الدرعية، وفي المركز الثاني وعده حمد محمد بن قنون الدرعية، والمركز الثالث مذيار فارس بن عبد الله بن فارس الدرعي، ورابع المراكز تتواجد فيها الاندلس حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي. هذه هي الاسامي مشاهدينا الكرام على الاربع المراكز الاولى المتقدمه. خذلنا لفه على الخامس والسادس حتى العاشر بعدسه الكاميرا يوم صورنا لكي يتابع المشاهد هذه الشعارات، ومن ثم دخلنا في الكيلومتر الاخير كيلو الامتحان، ونحن في الامتحان الشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الحقائق. يا سلام بقيادة مميزة من مغث محمد بن علي بن روية الدرعية، سلام يا أبو علي. أما المركز الثاني فعندنا وعد حمد محمد بن قنون، أما المركز الثالث مذيار فارس بن عبد الله بن فارس، المركز الرابع معانا الاندلس حامد بن صغيرون بن حميد. الشعارات قادمه والاسامي هنا تتنافس، وعندنا الحضور من قبل مغث محمد بن علي بن روية الدرعية. سلام ابو علي، ما شاء الله تبارك الرحمن، حضور مميز حضور المركز الثاني. عندنا مذيار فارس بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي، مذيار مذيار، وبدات امتار الاخطار هيش من الشعار يبي ينتزع الصداره الثنائي بدون اوامر. الله الله، ولا زال بن روية مسيطر في الوصيف بن فارس. خذ لفه على المركز الثالث والرابع سريعه، وعود عود الى 300 متر الاخيره، ثنائي ثنائي. يا سلام، هناك مغثه محمد بن علي بن روية الدرعي، هناك مذيار لفارس بن عبد
عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. وين الناموس؟ وين الناموس؟ مذيار مغثه، مغثه ولا مذيار؟ مغثه مغثه. سلام برويه سلام. والناموس المالك مغث محمد بن علي برويه الدرعي. المركز الثاني مذيار فارس بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي. التوقيت 4:40 59 جزء من الثانيه. الناموس الراعي مغث محمد بن علي بن سعيد برويه الدرعي. اما المركز الثالث كانت في 17 الأندلس حامد صغير وحميد الدرعي. المركز الرابع اللي هي أنصيبة سالة بن مطر بن فارس الدرعي. المركز الخامس وعد حمد محمد بن قنون الدرعي. المركز السادس ثلاثة اللي هي شواهين سليب بن سالم محمد الدرعي.